صح شيبتكم أسعد الله وسهرتكم الرمضانية على الوطنية الأولى، حلقة جديدة من الكاميرا الخفية وفكرة جديدة من الكاميرا الخفية. الحلقة دي طلب التدخل صديقي نسيم الرجيشي مهندس الخداع السينمائية باش نفذوا بعض اللقطات في الحلقة. الناس الكل تعرف قد صعيبة مهمة رجال الأمن وقد شاق المهمة هذه، ويقول لك الأمن في خدمة المواطن. حابين نعكسوا الحكاية، كن حطوا احنا مواطن فجأة في خدمة الأمن باش يعاونوا. ايش يرتك اقعد له سلم راه ايش شرطه معاك شد عاون شد ما تخافش شدك لحظه شد ما تخافش شبيك يهرب عليك شد ليه ما تخافش ليه ما تخافش خلي احمد على الاخر تعاونوش نعمل ليش عايز في الجير منا ومنا غزل منا ومنا منا ومنا تجينا يا شيخ فنيا يا شيخ فنيا منا ومنا منا قبل ما يجي تعطيني تعيش حل الساك حل الساك تجينا حل الساك تجينا حل الساك سامحنا سامحنا شدك خلنا نخطى صعب شدك ما تخاف شدك يحاول يهرب مطلق النار يا حاول مع ديليز دو فروي ليمونادا برد سيفك. شكير عندك شكير تورفيس يا هديك ربي بلا شكير يا ودي هي ولا عمك ودي سايبني حاكم انت ودي مانيش حاكم زي باش نكتب كونتراتو مع الراجل مش عامل له حفله تو يعجبك من عاوني حل معايا المسنوت خليك ايش عامل انت ما عندكش تورفيس يا ودي ما عندي شيء يا ودي هديك ربي اللهم صل على محمد خلينا نكلم يا ودي ما تحركش والله قال يضرب قسما والله قال يضرب ما تعمل شيء يا ودي يا حاكم ما دي والله نضرب ريق الموت الزوز نفجر روحي يا ما تزرق ريف اسخويا امان ما مدخلني شيء والله ما مدخلني شيء ريد اسخويا اللي فيه بيبي استنى كل خيوط بيبي ما ماني خوك ارب عليك بيبي ريد اسخويا ريد امان ماني خوك ريد فرد يلا ديرك احنا تعمل شيء والله راهو قال يضرب دبر راسك يا ودي
غدا نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية، لكن في الأثناء خليكم معنا على الوطنية الأولى. بعد شوية حجرلاند، المسلسل الثلاثي الأبعاد اللي يعتمد على شخصيات واقعية، ومن بعد حلقة جديدة من المسلسل الحدث إنتاج الوطنية الأولى لعورة الهواء. سهرة رمضانية شيقة.